السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة إناي تي في. فيديو جديد معلومة أكيدة بحول الله تعالى. الفيديو ديالك اليوم هو واحد الروتين خصصته للروتين بالعناية بالبشرة الحساسة. فعلا صاحبة البشرة الحساسة هذا غادي يكون واحد الروتين اللي هو خفيف غادي يكون مغذي ومرطب للحفاظ على البشرة الحساسة من التهيجات اللي كتطرى لها من فريمون كتكون تهيجات كيكون هذيك المسألة ديال الحكة وداك الشيء. يعني غادي يكون واحد الروتين اللي هو خفيف ولطيف جدا وفي نفس الوقت كينظف بعمق. نشوفوا شنو هما هاد شنو هاد الروتين وشنو هما العناصر اللي غادي تكون هاد الروتين. بالنسبه للمقشر ديالنا القماش حنا محتاجين واحد المقشر اللي غادي هو يقوم لينا اوميمطو وفي نفس الوقت ما خاصوش يهيج لينا البشره ديالنا لانها كتكون حساسه كتكون فراجيل. خاصه شي حاجه اللي تكون تحافظ لينا على ديك النعومه ديالها تحافظ لينا على الملمس ديالها اوميمطو ما تهيجهاش ما ديرش لينا واحد الرياكسيون واحد رده الفعل اللي دير لينا البشره ديالنا. محتاجين تو سامبلومون حاجه بسيطه جدا وهو الخرطال. الخرطال فلوكون دافوان غادي نطحنوه يكون مطحون غادي يكون تقريبا عندنا ملعقتين كبيرتين دونك غادي نديرهم هنايا عندي ملعقتين كبيرتين من الحليب والحليب غادي نحتاجو ليه حتى في الماسك غادي يكون عندنا هو فريمون واحد العنصر اساسي للبشره الحساسه غادي نستعملوه في وصفات ديال البشره الحساسه. وهنايا غادي نحتاجو في القماش كيف غادي نحتاجو في الماسك ديالتي دونك حتى هو هنايا غادي نحتاج ملعقتين كبيرتين من الحليب يكون حليب بارد ماشي دافي ماشي سخون يعني يكون دافئ بارد عفوا. دونك غادي نخلط القماش ديالي ما غاديش نديرو مباشره غادي نخلطو وغادي نخليه واحد 10 دقائق هكا كنخليه. دونك غادي نحضر القماش ديالتي ها هو يا قماش خفيف لطيف كيف سبق وقلت بانه هنايا غادي تشوفين غادي نحط لكم الفوق واحد الرابط ديال انواع المقشرات لجميع انواع البشرات كاين تما كاين مقشر للبشره الحساسه وهو هنايا عاود المقشر تو سامبلومون هو اللي غادي نستعملوه. كنعرفوا بان البشره الحساسه كتحتاج المقشر مره واحده في الشهر مره واحده في الشهر وبالنسبه للماسك كيكون مرتين كيكون مرتين في الاسبوع هو نورمالمون مره واحده تكفي. الا بغينا نحيدو ديك القضيه ديالنا ونديروه مرتين من تعدوهاش من تعدوهاش مره واحده كافيه جدا 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 لاصحاب البشره الحساسه. غادي نشوفوا هذا القماش جاتنا كيف قلنا غادي نخليه واحد 10 دقائق غادي ننتقلوا نحضروا الماسك ديالنا. نوجدو التونور ديالنا هويا غادي نوجدوه نورمالمون نوجدوه ساعة قبل نوجدوه ساعة قبل ساعتين قبل قبل ما نديرو الماسك ديالنا أو القماش الروتين ديالنا باش يكون فغيمون يكون بارد يكون موجود. عندنا هنايا الما سخون غادي نحتاجو تو سامبلومون الخيار الخيار يعني مغاديش نحتاجو أوب ما نحتاجوش واحد الكمية اللي هي غادي تكون كثيرة بزاف غادي نرقدو فيه نخليوه نخليوه فغيمون تيبرد لينا الما تيبرد غادي يطلق فغيمون مزيان نظرا لذاك الوقت ملي غادي يكون هنايا غادي نخليو تيبرد فريمون الماء يبرد لينا مزيان 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 غادي نحيدو غادي نصفيوه من هاد نحيدو هاد الخيار اللي هنايا اللي عندنا نحيدو من هاد الحبات نحيدوهم وغادي نزيدو ملعقه كبيره من جل الويفيرا غادي نزيدوها في هاد الخليطه ديالنا غادي نزيدو ملعقه كبيره من جل الويفيرا نخلطوه مزيان وغادي يكون عندنا ديك الساعه الخليطه ديالنا بارد غادي نديروه في واحد
القريعه القريعه بخاخ ولا هكا حتى هيايا دونك غادي نديرو فيها ديك الساعه ونخليوه عندنا في الثلاجه نخليوه ملي نديرو الماسك ديالتنا نديرو القماش قبل نديرو الماسك وداكشي نرشوه من بعد باش يبقى لينا الوجه ديالتنا فريمون نقي زويوين كيبان عند واحد اللمعه هكاك وعاد من بعد عاد نديرو المرطب ديالتنا اللي حنايا كنعتمدو نديرو في الايامات الاخرى نديرو صباحا ومساء هويا فريمون واحد لوسون هويا خفيف ظريف بالنسبه للبشره الحساسه ومفيد جدا 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 خاصه في هذا الخيار والألويفيرا